موزي موزي نعم خيطان اسا بدي تعطيني اسم حيوان ببلش بحرف الالف عرفتها سعدان سعدان بران. سعدان ببلش بحرف السين طب اعدان اعدان طبعا اعدان في حيوان اسمه اعدان طبعا اخو سعدان اسمه اعدان غلط فوزي موزي فوزي موزي وتوتي مندلينا ليش بعدكم قاعدين هون احنا متاخرين متاخرين لا مش متاخرين شو مش متاخرين انت بتعرف الساعه طبعا انا بعرف الساعه اسا ساعه ونص شو فوزي موزي لا غلط اسا الساعه ساعه وربع توتي شو الساعه وربع فيش اشي اسمه ساعه وربع او ساعه ونص شكله انتكم بتعرفوش ولا اشي عن الساعه بتكلمك عن الساعه يلا علمينا يلا وهي هي الساعه بس قبل ما نبدا لازم نعرف انه عندنا اكثر من نوع ساعه واحد اللي هن عندنا ساعه الحائط اللي هي زي هاي الساعه عندنا ساعه اليد اللي بنحطها على ايدنا وعندنا ساعه منبه اللي بتفيقنا بالصبح لازم نعرف انه بالساعه عندنا عقربين اول عقرب اللي هو العقرب الطويل اللي هو بيدل على الدقائق العقرب القصير هو بيدل على الساعات مثلا لو بيكون العقرب القصير على الرقم 1 والعقرب الطويل على الرقم 12 معناته ساعة واحدة واحدة عشان تصير الساعة تنتين لازم يمرق العقرب الطويل يمرق دورة كاملة حوالي الساعة معناته اللي هي 60 دقيقة وهيك بيصير العقرب القصير على الرقم 2 والعقرب الطويل على الرقم 12 معناته أي ساعة بتصير؟ تنتين تنتين شكرا يا مندلينا شكرا إسا بدنا نمرق لساعة ونص اللي هي لو مثلا بيكون العقرب القصير على الرقم 2 والعقرب الطويل بمرق نص دورة اللي هي 30 دقيقة وبوصل لعند الرقم 6 معناته ساعة 2 ونص برافو فوزي موزي وتوتي عشان تصير الساعة 3 بمرق كمان نص دورة اللي هي 30 دقيقة يعني بعمل هيك وبرجع عند الرقم 12 دايما 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 لما بيكون العقرب الطويل عند الرقم 12 معناته هي ساعة كاملة ساعة كاملة طيب إسا بدنا نعرف عن الأرباع لما العقرب القصير بيكون عند الرقم 3 أو عند أي رقم ممكن والعقرب الطويل بمرق ربع دورة اللي هي 15 دقيقة وبوصل كمان عند الثلاثة معناته الساعة 3 وربع عشان تصير الساعة 3 ونص بمرق كمان ربع دورة اللي هي 15 دقيقة وبوصل لعندي الستة قدي بتصير الساعة هنا؟ 3 ونص برافو فوزي موزي وتوتي لما بتمرق كمان ربع دورة اللي هي 15 دقيقة بتوصل لعندي التسعة لعند الرقم 9 شو ساعتها بتصير الساعة 4 إلا ربع يعني بتبطل 3 وإشي لا لأنه هيك بتصيرها 4 على 4 يعني بضل كمان ربع ساعة للساعة 4 برافو فوزي موزي أضرب كف كل الاحترام فوزي موزي مرة فكرت فيها صح يعني إسا قد الساعة؟ 4 إلا ربع كل الاحترام إسا كمان ربع دورة اللي هي 15 دقيقة وبتوصل لعند 12 معناته الساعة 4 لأنه العقرب القصير على الرقم 4 والعقرب الطويل على الرقم 12 معناته الساعة 4 اللي هي ساعة كاملة أوكي وهذا العقرب الثالث هو عقرب رفيع جدا 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 وهو اسمه عقرب الثواني اللي بدل على الثواني شكرا كثير يا مندلينا اسا صرنا نعرف عقارب الساعه والوقت صح مهم جدا عشان اسا بس صرتوا تعرفوا عقارب الساعه هيك تقدروا تعرفوا الوقت لما انتوا بتعرفوا الوقت بتعرفوا تنظموا وقتكم منيح منيح وهيك منتاخرش على ولا محل طب مندلينا توتي في عندي سؤال لك كثير مهم شو توتي ايه قولي لي الاعدام اخو السعدان توتي شو قصته للسؤال هاد إسا بالساعة؟ فوزي موزي بقول لي إنه إعدان أخو سعدان طيب أنت عم تحكي على الساعة شو قصة هذا؟ فيش حيوان اسمه إعدان شو اسمه لك؟ اسمه سعدان سعدان شفت يا فوزي موزي؟ طيب انتكر مش عارف أوكي شكرا مندلينا يا ابن
ولاد وبنات انتوا كمان عندكم ساعه بتحبوا الساعه زينا؟ طب خلوا الماما والبابا يصوروكم مع ساعتكم المفضله، ابعتوا لنا اياها على البريد الالكتروني هنا او على فوزي موز ودودي بالفيسبوك، واحنا راح نبث كل الصور اللي بتبعتوا لنا اياها على فوزي موز ودودي باليوتيوب. الى اللقاء، وتنسوش تكبسوا على السبسكرايب مره واحده وخلص. مندلينا الله يديش فضيعه يا مندلينا. قد الساعه اسا مندلينا؟ شو الساعه؟ الساعه 4. براو مندلينا.